اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم بصحه والراحه. ان شاء الله النهارده هنقدم لكم دجاج معمر بالخضره والرز، ونقدم لكم المعقوده. طيب هنقول تاني، هنعمل الفراخ بالمحشيه بالخضار والرز، ومفوره طبعا على الحله بتاعه الكسكسي او في الحله بتاعه الكسكسي، وهنعمل كمان معاها المعقوده. المعقوده اللي هي البطاطس بوريه بس بتوابل مغربيه، وبنقليها في الزيت. هنشوف مع بعض ازاي، خليكم معنا. هنروح فاصل ونرجع على طول. ورجعنا لكم من الفاصل. اول وصفه عندنا هي الدجاج معمر بالخضره والكبده والرز. طيب الفراخ اللي هنحشيها بالكبدة والخضار، هنحتاج فيها طبعا هنحتاج فرخة تبقى كاملة، نغسلها وننظفها بخل وليمون وملح، وياريت تتنقع لها شوية كده وتتساب في التلاجة لحد ما عشان الزفارة بتاعتها تروح. وهناخد الكبدة بتاعتها. الكبدة طبعا احنا عارفين خل وليمون ومية، يعني انا بحطها في المية وحط عليها خل وليمون عشان تشيل الزفارة بتاعتها. هناخد قلنا فرخة كاملة كبدة، هناخد معاها للحشو هناخد بطاطس مسلوقة مقطعة مكعبات بنسلقها في مية مملحة، وجزر ورز. الرز ما بنكترش منه لأنه أنا عندي الأساسي هنا هو الخضار، بس الرز بيديها نكهة وبيخلي الخضار تمسك في بعض. طيب بالنسبة للتوابل، هناخد ثوم مهروس، هناخد طبعا معهم ثوم مهروس سوري، وهناخد في التوابل هناخد ملح وفلفل وجوز الطيب وواحدة مرقة لحمة. ده بالنسبة للتوابل. طيب أنا هحط الفرخة بتاعتي، مش عايزة أحطها لوحدها، مش عايزة أقدمها لوحدها عشان ما تبقاش وحيدة. هنحط معاها الفراخ، هنحط معاها الخضار سوري. طيب الخضار عايزة أحط معاها الخضار في الكسكاس ديالنا. الكسكاس اللي هو الحلة بتاعت الكسكسي بنسميه في المغرب الكسكاس. طيب هنحط في الكسكاس ديالنا كوسة وجزر وبطاطس، هنعملهم على أساس أنهم نفورهم أو نبخرهم مع الفرخة بتاعتنا، وزبدة ومستردة عشان أول ما تستوي الفرخة هندهنهم بيها وندخلهم ياخدوا وش أحمر في الآخر. طيب هنبتدي اول حاجه هنعملها، هنعمل الحشوه بتاعتنا. هنحط كل حاجه مع بعض، هنحط الرز، الرز بنبقى مفلفلينه عادي عاملينه او سلقينه زي ما تحبوا، بس انا بعمله مفلفل عشان بيدي طعم، بفلفله بالسمنه عشان يبقى طعمه احلى. طيب وهنحط معاه البطاطس كمان. حاولوا وانتوا بتسلقوا الخضار ما تسلقوهاش كويس قوي عشان هي كده كده لسه هتستوي. ناخد الحته دي لسه هتستوي جوه الفراخ. وهناخد الثوم بتاعنا. طيب احنا كده حطينا الرز والبطاطس والجزر، هنحطهم على جنب، وهاخد الكبده بتاعتنا عشان نعملها. واول ما اخلص الكبده بساعتها هنقطع الكبده بتاعتنا. خلينا نوسع دول على جنب لاننا هنحتاجهم في الاخر، مستردة والزبده، ودول التوابل والخضار بتاعتنا. طيب هاخد الكبده بتاعتي وهقطعها، مش هقطعها صغيرة قوي، هتقطع يعني مربعات صغيرة بس مش قوي، وسط كبدة الفراخ. طبعا ممكن اللي بيحب الأوانس والقلب يعملها، يعملها معاهم زي ما تحبوا، بس أنا بفضلها بالكبدة. طيب هناخد البلانشة بالشكل ده وهننزل الكبد بتاعتنا. طيب احنا كده عملنا الكبده بتاعتنا، وعملنا عملنا الكبده بتاعتنا والخضار، هنتبلها.
هاخد المكعب بتاع النكهه وهحطه عليها بالشكل ده. لو مش حابين ما تضيفوهوش، هي ما بتحتاجش توابل كتيره. جوز الطيب هناخد منها رشه، وهناخد الملح والفلفل. والفلفل الاسود بتاعنا. يعني حشوه بسيطه جدا وسهله قوي وغنيه جدا طبعا بالحديد. ف يعني حديد وفيتامينز الاثنين بصراحه. فبتبقى حلوه جدا في الفراخ. ممكن نستعمل الحشوه دي في البط او في الحمام، ايا كان اللي انتوا تحبوه. بس الحمام هيحتاج انه يبقى بدل الجزر ما يبقى مكعبات، هو والبطاطس هنبشرهم. والرز ممكن تستبدلوا الرز، اللي مش حابب رز واللي زهق من الرز. يعني هي الاساسي بتاعها بيتعمل بالرز، بس لو انتوا زهقانين من الرز فطبيعي نغيره بقى. عايزين تغيروه بفريك، عايزين تغيروه بشعريه الصيني، بشعريه العاديه، ممكن تغيروه بالشكل اللي انتوا عايزين. فالاتنين بيبقوا حلوين يعني، او يعني اي حشوه انتوا حابينها براحتكم. بس هي الرز الاكله دي بالرز بتبقى حلوه جدا. اوكي، هنبتدي في الحشو، وهتبقى الاكله بتاعتنا خلصت. يعني مش هتاخد مننا وقت طويل، هي اهم حاجه اللي هياخد مننا وقت هو تنظيف الفراخ. هننضفها كويس، يبقى احنا كده عدينا المراحل كلها الصعبه. وهبتدي هاخد بايدي وهحشي الفرخه بالشكل ده. في طريقه عندنا في مدن عندنا ما بيحشوش الفراخ من النص، بيحشوها بيفضوا الجلد ما بين الجلد واللحم ويقوموا حاشينها. بيقول لك لا، ما ينفعش نحشيها من النص خالص. هي الحشوه لما تستوي هتطلع على هتخش لجوه لوحدها، بس هو الاساسي ما بين الجلد وبينها عشان يبقى طعمها حلو. طيب هناخد الفرخه بتاعتنا بالشكل ده طبعا عشان ما تفكش، وعايزين خيط هنربطها. كده هضمن ان الحشوة بتاعتي مش هتطلع، والخيط ده في الاخر بنرجع نشيله من عليها واحنا بنقدمها. طيب كده الفرخة بتاعتي تمام، هاخدها انا واحطها في الحلة بتاعت الكسكسي. زي ما قلنا الحلة بتاعت الكسكسي يا جماعة، لو مش متوفرة عندكم في البيت هنحط حلة عادية جدا، وهنحط معاها مصفى، المصفى العادية، المصفى الحديد بتاعتنا، أهم حاجة تبقى حديد. طيب هنحطها بالشكل ده، وكل شوية هنيجي هنقلبها. هاخد الخضار بالشكل ده، كوسة بطاطس وجزر، وهقطعه نصين. مش هعمل فيه أي حاجة أكتر من كده، يعني هنحطه كيجي الخضرة كتجي مفورة بتبقى حلوة جدا. هنتبلها بشوية ملح وفلفل. ولو حابين ان انا عامله نسخه طبعا من الفرخه عشان هتاخد لها تقريبا حوالي ساعه ونص، لو ساعه ونص على نار هاديه طبعا. لو عايزين هتحطوا الزعتر، انا طبعا عامله معاها زعتر بصراحه لانها بتبقى طعمها حلو قوي. والبطاطس طيب هنحط البطاطس بتاعتنا بالشكل ده. هناخد البطاطس كده هنحطها. الجزر نفس الموضوع، ممكن تقطعوه بالشكل اللي انتوا عايزينه، ممكن تعملوه زي الكور زي ما تحبوا، يعني الشكل اللي انتوا حابينه قطعوه. بس انا بحبه على شكل الويجز عشان بنشوحه تشويحه في الاخر في الزبده مع الزعتر. طيب انا هتبله دلوقتي
بالشكل ده على خفيف بملح وفلفل بس كده، مش هعمل فيها اي حاجة تانية. طبعا الفرخة انا ما بتبلهاش خالص، ما بحطش في الفرخة اي حاجة. كده الفرخة بتاعتنا جاهزة، حطيناها حشيناها بالرز والكبدة والجزر والبطاطس متقطع وتبلناها طبعا، وحطينا معاها الخضار متقطع بالشكل ده. هنخليها مدة ساعة لحد ساعة ونص طبعا على نار هادية، لو هتعلوا عليها النار مش هتاخد معاكم 45 دقيقة بس، كل شوية نقعد نقلب الفرخة على الجناب بتاعتها عشان تستوي كلها، وهتبقى معانا جاهزة. بعد ما تطلع، بعد ما نطلعها هندهنها، هناخد الزبدة مع المستردة وندهنها من الوش وهندخلها الفرن، وهتبقى معانا الفراخ بتاعتنا جاهزة. بس خدوا بالكم لازم تاخد المستردة، هتخليها تاخد لون ذهبي بسرعة جدا، فيعني يدوب 10 دقايق وخلاص يعني، ونشيلها على طول. بالنسبة للخضار أنا زي ما قلت لكم إضافة بعيد عن المكونات الأساسية بتاعت الخضار، إحنا بنتبلهم بس بملح وفلفل. هنخرجهم وناخدهم في الطاسة ونشوحهم بسيط بالزعتر وشوية نزود عليهم شوية فلفل أبيض بس كده. طيب هنروح فاصل ونرجع مع المعقودة ديالتنا، وتكون الفرخة بتاعتنا تمام وزبطناها. نروح فاصل ونرجع لكم عاود تاني، خليكم معنا. ورجعنا لكم من بعد الفاصل. قدمنا لكم في الأول الدجاجة، عمرناها بالكبدة والخضرة طبعا الخيزو والبطاطس والرز، وحطيناها في الحلة بتاعت الكسكسي. أوكي طيب دلوقتي هنروح للمعقودة. المعقودة عايزة أقول لكم سهلة جدا بسيطة، بطاطس بوري بس بنزود فيها لمسة مغربية. المعقودة عبارة عن بطاطس، هنحتاج فيها بطاطس، كزبرة وبقدونس، كمون وزعفران، ثوم مهروس، بيضة، ملح وفلفل، واللي حابب يضيف شطة يضيفها واللي حابب ما يضيفش. وهنحتاج بيض ودقيق ده عشان نحمر بيه طبعا، وزيت للقلي. بناخد البطاطس بنسلقها ونقوم هرسينها، بنهرس البطاطس بتاعتنا بالشكل ده، وبنحط عليها المكونات بتاعتنا. بنحط الكزبرة، البقدونس، الثوم، وكمون. طبعا هي البطاطس بتحب الكمون، بتبقى طعمها حلو جدا بالكمون. وهنحط عليها زعفران، في اللي بيحب زي ما قلنا يحط عليها شطة يحطها، اللي مش حابب ما يحطش. هحط البيضة وهحط الملح والفلفل، هحط عليها فلفل وهحط ملح. في عندنا ناحية الشمال مدن الشمال بيحطوها بيعملوها مع قرنبيط، يعني بيضيفوا عليها قرنبيط مسلوق ويعملوها معاه، دي بتتسمى عندنا المعقودة. بنوديها كمان في الصيف، بتلاقي الناس اللي رايحة في يعني بيبقوا رايحين البحر، بتبقى حاجة خفيفة. بنعمل فراخ مثلا زي الفراخ البانيه أو التشيكن سترابس، وبنعملها معاها على طول، بيبقى طعمها حلو جدا. واللي عايزها مشطشطة زي ما قلت لكم يحط عليها شطة. بنهرسها بالشكل ده بس زي ما قلت لكم ما بنسيبهاش ناعمة، يعني ما تتسبش ناعمة خالص. احنا كده هرسناها تبقى بالشكل ده، هنجيبها نعملها كور، وهضرب البيضة اللي انا عاملاها. يعني بالشكل ده. طيب هنعمل كم واحدة الأول، أنا بصراحة مش برتاح في الشغل بالجوانتي، برتاح فيها وهي
يعني بإيدي كده ببقى ملكة الدنيا. طيب بس هنعملها بالشكل ده، بس طعمها لما تجربوها تعرفوا ليه روعة، يعني أحسن من نقدم البطاطس بيري كده لوحدها، فلا بيبقى حلو قوي. طيب إحنا عملناها بالشكل ده، بنضغطها يعني زي القرص كده بالشكل ده. هي مش لازم تجيلكم مظبوطة عشان تبقوا عارفين، بس أهم حاجة تبقى ماسكة معاكم بالشكل ده، عشان لو حطيتوا فيها البيض زيادة أو أقل مش هتبقى معاكم كده وهتفك منكم. وبنقلبها في البيض وننزلها في الدقيق على طول، وكل ده لازم نتعامل معاها بالراحة بالشكل ده. أنا هاخد طبق تاني، هاخد الطبق ده هحط فيه عشان نحمرهم مرة واحدة، هنحطها وتحميرها ما بياخدش دقيقة، يعني ما بياخدش منكم وقت خالص. لا لازم تعملوها، لازم تعملوها حلوة جدا. واللي عايز شطة يحطها، اللي مش عايز ما يحطش، يعني على راحتكم زي ما تحبوا. وبنحطها بالشكل ده. طيب هشيل الحاجات دي وهنحمرهم مع بعض دلوقتي حالا. طيب هاخدهم، انا طبعا هنا مسخنه الزيت حامي عندي قوي، بسقطهم بالراحه هنخليهم يتحمروا، ما بياخدوش وقت. طبعا هي بتتعمل على نار عاليه مش نار هاديه. طيب احنا خليناها تتحمر بالشكل ده، بيبقى ده اللون الطبيعي بتاعها. طبعا بننزلها في ورق مطبخ عشان يشيل من عندي الزيت كله الزوايد. هنقدمها دلوقتي كده، المعقودة بتاعتنا جاهزة. يا جماعة بجد ريحتها تحفة وشكلها حلو جدا، هو شكلها العشوائي ده اللي انتوا شايفينه بيبقى شكله حلو جدا، لازم تجربوها ولازم تدوقوها وتقولوا لي رأيكم. يعني أنا مش مستنيكم بس تجربوها، لا أنا مستنية أسمع رأيكم، تقولوا لي رأيكم فيها إيه. هنقدمها بالشكل ده ونحط عليها شوية بقدونس مفروم ناعم، وبكده تبقى المعقودة ديالتنا واجدة. قدمنا لكم النهاردة وصفتين خفيف، دجاج معمر بالخضرة وبالكبدة والرز، وقدمنا لكم كمان معها المعقودة. يا رب تنال إعجابكم، هستنى رأيكم، وتابعونا في وصفات جديدة مغربية. وبصحة وراحة.